السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبي النهاردة في فيديو جديد. بإذن الله النهاردة الوصفة بتاعتنا ديت جميلة جدا، هيديكي نشاط وطاقة وحيوية، بيخلي الجسم دايما نشيط قوي قوي، بيديكي باور وبيخلي جسمك دايما نشيط وبيخليكي في قمة الطاقة والحيوية. أنا معايا هنا كوب من المية، وهحتاج معايا برضو معلقة من عسل النحل. كل اللي أنا هعمله هجيب كوباية المية وهضيف عليها معلقة عسل النحل اهو زي ما انتوا شايفين كده، ولازم اشرب الكوب ده كل يوم اول ما اقوم من النوم. يعني عارفة انت ممكن تعمليه وتحطيه جنبيكي وتشربيه اول ما تصحي من النوم، او ممكن تعمليه بس انا مش عايزاكي تنسي، اعمليه كل يوم. المشروب ده بيديكي طاقة، بيديكي باور، بيديكي حيوية جامدة جدا في الجسم، ده غير ان هو بيحميكي من امراض كتير كمان. المشروب ده اوعي تستغني عنه بجد، اوعي تستغني عنه. طيب الناس اللي مش متوفر عندها بعض العسل، يعني في ناس في بعض الدول مش متوفر عندها عسل النحل، طيب معانا حاجة تانية بقى جميلة جدا ومشروب حلو قوي برضو. المشروب التاني ده هيكون عبارة عن نص كوب من اللبن، ولو انت بتعاني من السمنة ممكن تستخدمي لبن خالي الدسم او ممكن تستخدمي المية العادية، بس انا بقولك على حاجة برضو تكون مغذية ليكي. ومعايا هنا ثلاث تمرات تمام، زي ما انتم شايفين كده هبدأ افصصهم، هنطلع بس منها البذر كده اهو، وهبدأ اضيفها في كوب اللبن بالشكل ده. انا عايزاكي تعملي الطريقة دي من بالليل، واول ما تصحي من النوم اشربيها، يعني اعملي من بالليل كده 3 تمرات، فصصيهم كده واعملي اول باول، وضيفيهم في نص كوباية لبن. لو انت بتعاني من الدسم من السمنة زي ما قلنا، ممكن تستخدمي اللبن خالي الدسم او ممكن تحطيه في المية عادي جدا. هتقومي من النوم هتبصي تلاقيه باش، يعني هتلاقي التمر باش في اللبن خالص، هتلاقيه باش خالص في التمر، ولو يعني لسه ما باش قوي ممكن تضربيه في الكبة بتاعتك او في الخلاط وتبدأي تشربيه. والله هتشوفي كمية الطاقة الرهيبة اللي في جسمك، هتخليكي نشيطة وحيوية، ده غير انها كمان بتخلي جسمك وبشرتك صافية جدا جدا. الوصفتين دول تحفة جدا، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تستفادوا بالمشروبين دول، هيدوكوا طاقة وحيوية جميلة جدا ان شاء الله. شكرا لوجودكم في القناة، وشكرا لاستماعكم للفيديو، متنسوش تحطوا لايك وشير. دي كانت الوصفة بتاعتنا، يلا لايكات كتير قوي للفيديو ده وشير لكل اصحابكم عشان الفيديوهات توصل لكم وتشوفوها، وكمان شيركوا معايا وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتي توصل لك ان شاء الله. الوصفة جميلة جدا، جربيها وجيب نتيجة حلوة معاكي، وانتظريني فيديو جديد وصفات جديدة مع جيجي كل حياتي. باي باي.